اولا بغي ناكد بانه الاختيار ديال المغرب من اجل احتضان اولا هذا المنتدى المتعلق بتطوير الرياضه البارا اولمبيه وكذلك الجمع العام للاتحاد الافريقي للرياضه البارا اولمبيه هو في الحقيقه يعني واحد الاختيار جاء بناء على واحد المجموعه من الاشياء. اولا النتائج المتميزه اللي كيحققها المنتخب المغربي البارا اولمبي على المستوى القاري وكذلك على المستوى الدولي وكذلك الدور الريادي اللي كتلعبوا المملكه المغربيه في الجانب المتعلق بالرياضه بصفه عامه ولكن خصوصا في الجانب المتعلق بالرياضه البارا اولمبيه. فاكيد بانه الوزاره ومن خلال الكلمه عبرنا على الكلمه اللي السيد الوزير القاها بهذه المناسبه الاستعداد الوزاره من اجل اولا دعم الرياضه البارا اولمبيه على المستوى الوطني ولكن كذلك نظرا للدور الريادي للمملكة المغربية دعم كذلك الاتحاد الرياضي البارا أولمبي على المستوى الإفريقي ومشينا بعيد لدرجة أنه يعني عبرنا على الاستعداد من أجل أنه يكون المقر ديال الاتحاد بالمملكة المغربية على غرار واحد المجموعة من المنظمات. شكرا. الحمد لله اليوم الجامعة الملكية المغربية لرياضة الأشخاص الناقين والمغرب تيحتضن الجمع العام للجنة البارالمبية إفريقية وهذا تيجي في إطار الرياضة التي تعرفها المغرب بالنسبة للمجموعة ديال بالنسبة للرياضة الأولمبية ولا وكذلك الآن بالنسبة للرياضة البارالمبية ولا في مجموعة ديال المجالات. فاليوم المغرب مرشح لثلاث مناصب لرئاسة اللجنة البارالمبية الإفريقية ولأمانة المال وكذلك لممثل الرياضي والمغرب ممثل بالرياضية نجوى عوان. فهذه مفخرة للمغرب نأمل على أساس أن المغرب كذلك المقر اللجنة البارالمبية الإفريقية يكون في المغرب وعلى أساس أن المغرب تدعم الأفريقية في مجموعة من المجالات ولما لا كذلك بما أن المغرب عنده واحد الخبرة وعنده نتائج اللي هي على مستوى الدولي وعلى مستوى الألعاب البارا أولمبية. فالمغرب بغى يوضع هذه الخبرة ديالو ورهنا إشارة الدول الإفريقية باش يتم تطوير الرياضة البارالمبية على مستوى القارة الإفريقية. نتمني الجامعة الملكية المغربية ذوي الاحتياجات الخاصة سي رئيس ديالها سي العوني تنتمناو لهم التوفيق لأن الحضور ديال 43 دولة من القارة الإفريقية ماشي سهل. تنتمنى لهم إن شاء الله التوفيق وكما تشوف عندو هذا واحد المستوى عالي رئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحاد الإفريقي السيد الكاتب العام لوزارة التعليم والرياضة وكذلك السيد مدير الرياضات وبعض رؤساء الجامعات. فلهذا هذا الاجتماع كان هائل بجميع المقاييس ديالو وتنتمناو لهم التوفيق إن شاء الله. إذن الحضور ديالي في هذا المنتدى الإفريقي ديال الرياضة البارا أولمبية ممثلا للجنة الوطنية الأولمبية هو حضور فيه أولا الدعم وفيه باش نعبر لهم باسم الرئيس ديالنا السي فيصل العريشي على اننا دائما حنا معاهم ومدعمينهم ريتما تصعب اللجنه البارالمبيه الوطنيه المغربيه بتنسيق تام مع وزاره التعليم والرياضه. حقيقه منين انا عجبني الحال لانه منين تنشوف الافارقه يختاروا المغرب باش يديروا هذا المنتدى شيء جميل جدا. علاش؟ لان المغرب الحمد لله ارض العطاء أرض الاستقرار، أرض الأمن والطمأنينة، وبالتالي الأرض الوحيدة يمكن اللي في إفريقيا الآن يمكن تستقبل مثل هذه اللقاءات الكبرى بالدول كلها، هو حقيقة هو المملكة المغربية، وهذا الشيء كله تيبين مرة أخرى أن الانخراط نتاعنا في الرياضة والدستارة ديالها، لأن الرياضة تتعرفوا بأن حق من حقوق الإنسان بمقتضى الدستور المغربي ديال 2011، مقتضى الفصول 26 31 و33 كذلك النتائج الساره الكبيره اللي حققوها الابطال البارالمبيين في الملتقى الاخير ديال الالعاب البارالمبيه ديال طوكيو 2020 واللي حقيقه كانت مبهره ولا الالعاب الافريقيه البارالمبيه الى غير ذلك من الالعاب اللي تميزوا فيها
الابطال المغاربه الباراولمبيين، ومنهم كذلك لاول مره تتعرفوا بان الدراجه تاهلت للالعاب الباراولمبيه ديال طوكيو لاول مره. هذا تيبين الحمد لله على ان المغرب غادي في واحد الطريق واضح وتدعم الورش الرياضي بقوه، لان في اولا الحمايه ديال الصحه للمواطن، في كذلك الفرجه المتعه، نعطيو الفرحه للمواطنين، وحنا فخورين لان عندنا ابطال باراولمبيين كبار. ان شاء الله نتمنوا باش يزيد هذا الشيء يتقوى ويعرف المسار ديالو اكثر فاكثر، وخصوصا الى احتضن المغرب المقر ديال اللجنه الباراولمبيه الافريقيه، وراه غادي ان شاء الله غادي تكون المغرب ما غادي يزيد الا عطاء في عطاء الاخوان ديالو الافارقه.